حضرتك. يعني وحشتنا اولا ووحشنا الجو الجميل ده. وانتوا كمان وحشتونا جدا. وحشنا وجودنا معاكم. يعني. لسه متمسك ولسه الفرقه متمسكه بالغنى القديم يعني التراثي القديم. هو مش تراث قوي ومش قديم قوي، احنا بنشتغل على الفكره بتاعت حبايبنا. يعني اللي هي الاغاني اللي احنا بنحبها والناس اللي احنا بنحبهم المطربين او الفنانين اللي احنا والشعراء والملحنين، يعني بنشتغل على الفكره دي اكتر. احنا مش تراث قوي، فبندور على الحاجات اللي برضو مش مستخدمه كتير او مش مستهلكه او مش معروفه، فبنقعد ننبش ونطلع بقى الاثار اللي جوه تاريخنا الغنائي والقوالب الموسيقيه الغنائيه اللي ما حدش بيستخدمها دلوقتي، زي الموال زي الدويتو زي يعني الحاجات اللي زي كده. فهي دي فكره حبايبنا اكتر من التراث.